متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نهار اليوم سادت اجواء حارة في عموم مناطق المملكة، وهبات رياح غربية نشطة السرعة مترافقة بهبات قوية في المنطقة الشمالية، عملت على هبوب او حدوث موجات غبارية في العديد من المناطق، شملت منطقة تبوك، اجزاء من منطقة الجوف والحدود الشمالية، تدنت على اثير الرؤية الافقية الى مدون 500 متر كمثال في مدينة القريات. خلال الساعات القادمة يتوقع أن تتسع رقعة تأثير هذه الموجة الغبارية لتشمل المزيد من المناطق، وأيضا تستمر فرص الغبار والموجات الغبارية خلال نهار يوم الأربعاء. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول موجة الغبار المتوقعة في العديد من المناطق يوم الأربعاء، والرياح القوية والغبار المتوقعة على مدينة جدة يوم الأربعاء، والانخفاض الحراري الحاد في المنطقة الشمالية خلال الساعات القادمة. كالعادة نبدأ نشرتنا بسوق الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء المنطقة الشمالية، حيث عبرت كميات من الغيوم المرتفعة بدون فعالية. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة خلال الساعات القادمة وحتى يوم الخميس. درجات الحرارة يوم الأربعاء تكون حارة بشكل لافت، 40 درجة مئوية متوقعة في مناطق واسعة من حفر الباطن، المنطقة الشرقية، الإحساء، الربع الخالي، أجزاء من المنطقة الوسطى، وأيضا أجزاء من المنطقة الغربية تحديدا تهامة مكة، وأيضا أجزاء المنخفضة من المنطقة الجنوبية الغربية. لكن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض في المنطقة الشمالية، حيث تبدأ تتأثر بعبور لكتلة هوائية باردة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه شمال المملكة عبر بلاد الشام، تعمل انقلاب حراري حاد في المنطقة الشمالية، لذلك يحذر من الفروقات الحرارية الكبيرة مقارنة بنهار اليوم الثلاثاء، حيث يوم الثلاثاء كانت الأجواء حارة ومغبرة. يوم غد الأربعاء ستصبح الأجواء باردة بشكل لافت في المنطقة الشمالية. درجات الحرارة أيضا تبقى منخفضة خلال ساعات ليل الثلاثاء أو ساعات ليل الأربعاء على الخميس بشكل لافت في المنطقة الشمالية الغربية، تكون ما دون 10 درجات مئوية في مناطق واسعة من منطقة تبوك والجوف، في حين تبدأ درجات الحرارة تنخفض في منطقة حائل، ثم تدريجيا هذه الكتلة الهوائية الباردة تتحرك باتجاه الجنوب لتنخفض درجات الحرارة يوم الخميس في منطقة حفر الباطن، أجزاء من حائل، القصيم، ثم تدريجيا تنخفض في منطقة الرياض. نذهب الآن وإياكم للتوقعات الجوية لمدينة جدة أو منطقة جدة والمنطقة الغربية بشكل عام ليوم الأربعاء، حيث تتأثر بهبوب لرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تترافق بهبات قوية قد تلامس 80 كيلومتر في الساعة. هذه الرياح ستمر على حدوث موجات غبارية في عموم منطقة تهامة مكة، مدينة مكة المكرمة، وربما تصل حتى مدينة جدة، وبالتالي هناك تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية ربما ما دون 1000 متر خلال ساعات نهار يوم الأربعاء. هذه الرياح أيضا ستعمل على ارتفاع الموج في عموم السواحل المطلة على البحر الأحمر وخاصة المنطقة الوسطى من السواحل المطلة على البحر الأحمر. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الرياح المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء تهب رياح جنوبية غربية إلى غربية، هي التي عملت على نشوء الموجة الغبارية في المنطقة الشمالية، تتراجع قليلا خلال ساعات الليل لكن تعود لتنشط من جديد يوم الأربعاء في عموم المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى، حفر الباطن الشرقية، وأيضا منطقة المنطقة الغربية ومنطقة تهامة مكة ومدينة جدة، حيث تكون هذه المناطق كلها معرضة لموجات غبارية وتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. تستمر هذه الموجة الغبارية خلال ساعات ليلة الأربعاء على الخميس، لكن تخف شدتها في المنطقة الشمالية مع بدء عبور كتلة هوائية باردة في هذه المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة، طقس صافي، 26 درجة مئوية، الملموسة 25، الرطوبة منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 38 درجة مئوية مع طقس مغبر، 27 درجة مئوية كحرارة دنيا، ترتفع يوم الخميس لتلامس 40 درجة مئوية، أما الصغرى 22 درجة مئوية، يوم الجمعة 37 إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.